تنطلق غدا الاثنين رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات الورشة الاقتصادية الوطنية برعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني، وعقب مناقشات جرت على مدى شهور عدة شارك فيها أكثر من 500 مختص وخبير وممثل عن القطاعين العام والخاص ومجلس الأمة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني. وسيتم إطلاق الرؤية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بحيث تكون خارطة طريق محكمة للسنوات المقبلة تضمن إطلاق الإمكانات لتحقيق النمو الشامل المستدام بما يرفع مستوى المعيشة ونوعية الحياة للمواطن. إذن للحديث عن هذه الرؤية الاقتصادية ينضم إلينا دكتور رعد التل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية. دكتور رعد، أهلا وسهلا بك. إذن دكتور رعد، نتحدث اليوم عن خطة محكمة للسنوات المقبلة. إذن التوصيات موجودة، الخطة موجودة، ولكن كيف يمكن أن نضمن تنفيذ هذه الخطة تبعا للرؤية السامية والملكية في هذا الشأن؟ شكرا غادة. هي بالأساس أكبر من خطة، هي رؤية استراتيجية بهدف نقل الاقتصاد الأردني من حالة إلى حالة. الاقتصاد الأردني اليوم يعتريه ويواجه الكثير من التحديات والكثير من المنعطفات التي أثرت ولا زالت تؤثر عليه، فكان لابد من الجلوس والحديث من الخبراء وأصحاب الاختصاص والأكاديميين حتى نصل إلى ما وصلنا إليه. يمكن سؤالك باتجاه آخر، أنه ما الجديد في هذا الموضوع وكيف ممكن أن يتم تطبيقه؟ لأنه هناك الكثير من الخطط وكثير من الاستراتيجيات الموجودة اليوم على الرفوف والتي اعتراها الغبار كما يقولون. اليوم الضمانة الملكية هي الأساس، ولذلك تم عقد هذه الورشة في الديوان الملكي وبإشراف وتوجيه مباشر من جلالة الملك. من يراقب أداء أو العمل في هذه الخطة الاستراتيجية ومن يقيم الأداء؟ أكثر من جهة، أولها جلالة الملك والديوان الملكي الهاشمي. هناك وحدة في الديوان الملكي سوف تكون مختصة لمراقبة هذا الأداء، بالإضافة إلى القنوات الأخرى ممثلة بمجلس النواب ومجلس الأمة بشكل عام. أنتم كإعلاميين اليوم الكرة بملعبكم، لأنه أمامكم وثيقة جاهزة تحكم على مدى تقدم تنفيذها أو تراجعه، وأيضا المواطنين من شتى طبقات ومن مختلف المرجعيات اليوم بين يديهم سوف يكون، ما أقصده بعد يوم غد يعني، سوف يكون بين يديهم وثيقة يستطيعوا أن يقيموا أداء أي مسؤول. عم بحكي على من ناحية اقتصادية، كم تقدم في أداء هذا المطلوب منه في الوزارة، وزارة التخطيط، وزارة المالية، وزارة البيئة، كل الوزارات ذات الاشتباك بالشأن الاقتصادي أو من عدم تقدمه في هذا الاستراتيجية. نعم دكتور رعد، في بداية الحديث أشرت أنه لربما قد يكون السؤال من قبل البعض ما هو الاختلاف اليوم عندما نتحدث عن هذه الاستراتيجية مقابل العديد من الاستراتيجيات. لربما الأولوية هنا بالحديث أيضا عن توحيد هذه الرؤية حتى لا تعمل هذه القطاعات بشكل منفصل والوصول إلى أهداف واضحة ومحددة. فإذا كان لك أن تشير إلى هذا الاختلاف في تنفيذ هذه الرؤية وفي أيضا وضعها باستراتيجية واضحة أمام الجميع. شوفي، الاختلاف والجديد دائما يحدث في عالم الاقتصاد طالما هناك في مستجدات، والمستجدات التي طرأت من آخر خطة اقتصادية إلى اليوم كثيرة وأبرزها جائحة كورونا. فالسؤال الأهم كان ممكن أن يكون، ماذا لو لم نجلس ولم نجتمع ولم نتحدث في الشأن الاقتصادي؟ سوف نبقى نسير يعني بدوامة اقتصادية مفرغة ونطفئ حرائق تشتعل هنا أو هناك. الفكرة الأساسية كانت أن اليوم الاقتصاد الأردني عليك أن توجه مساره باتجاه نمو اقتصادي مستدام بمعدلات عالية، وبنفس الوقت وبنفس الأهمية أن تركز على قطاعات الميزة التنافسية واضحة فيها في الاقتصاد الأردني وتشغل وتوظف أردنيين. هذا هو الأساس. برجع بحكي بنقطة أساسية، اليوم المواطن معني بصورة أساسية بمقدار ما يخلق هذا الاقتصاد من فرص عمل، ومقدار الدخل المتأتي بالنسبة له، ومقدار القدرة على ضبط الأسعار وعدم ما تأكل هذه الأسعار المداخيل. فكان الاجتماع اليوم أو كان الاجتماع على مدى الجلسات التي عقدت في الديوان لوضع
صورة مباشرة لقرارات يمكن أن يتم تنفيذها بشكل مباشر في الأمد القصير، ومن ثم قرارات ممكن أن تطبق في الأمد المتوسط ومن ثم في الأمد الطويل. هذه الإجراءات الفورية التي ممكن أن يتم القيام فيها وعلى المدين المدى المتوسط والقصير والطويل هي متمثلة أيضا بحزمة مشاريع ممكن تنفيذها تعتمد على الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني، وكما قلت وما أكدت أكثر من مرة توفر فرص عمل للأردنيين. فالقطاعات تم تقسيمها إلى 14 قطاع ضمت خبراء مختصين في هذا المجال. الجديد كان التعاطي معهم بطريقة مختلفة، كان يسأل هؤلاء العاملين في الكور، العاملين في هذا القطاع أو ذاك، ما هي التحديات التي تواجهكم وما هو من وجهة نظركم سبل حلها حتى نتخطى هذه المشاكل. ومن ثم كان يجلس الخبراء أيضا والأكاديميين وحتى جهات مانحة دولية حتى نصل إلى صيغة توافقية بالإضافة إلى الحكومة ممكن أن تكون ما سوف يتم الحديث عنه واقعي وقابل للتطبيق، يأخذ بالاعتبار هامش تحوط عالي لأي أزمات لا سمح الله ممكن أن تحدث، يأخذ بعين الاعتبار قدرة وإمكانيات الاقتصاد الأردني، يأخذ بعين الاعتبار الميزة التنافسية للقطاعات الأردنية أهمها قطاعات الصناعة، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية، النقل، الموقع الجغرافي، القطاع الزراعي، قطاع تكنولوجيا المعلومات. أنت تستطيع من خلال هذه القطاعات أن توظف وأن تنمو بصورة تدفع باتجاه النمو الاقتصادي ليتقدم أكثر، وأيضا أن توفر وأن تخلق فرص عمل للأردنيين إذا ما تم المسير بطريقة منهجية وعلمية وعملية. ما أريد أن أقوله سيدتي العزيزة بأن هناك العديد من الدول كانت تعيش أكثر من أزمتنا الاقتصادية، لكن مع الدراية ومع العمل المنهجي والموضوعي وربط النظرية بالتطبيق استطاعت اليوم أن تكون نموذج ونماذج متقدمة على مستوى المنطقة والإقليم والعالم، وهي ماثلة ما حولنا، وحتى يعني مندرسها ونحكي عنها دائما. فبالتالي الأمل موجود والإرادة الملكية موجودة بصورة واضحة لكي ينجح وتنجح هذه الاستراتيجية وهذه الرؤية العشرية بهدف. برجع بحكي لا أحد يملك عصا سحرية ستكون هذا، لكن إذا لم نستطع أن نحول الاقتصاد بسرعة إلى اقتصاد ينمو بمعدلات عالية ويخلق فرص عمل، علينا أقلها أن نوجه هذا الاقتصاد بالاتجاه الصحيح حتى نقطف ثمار ما نريده لاحقا إن شاء الله. نعم، بانتظار ومتابعة ما سيتمخض عن هذه الرؤية الملكية في التحديث الاقتصادي. شكرا جزيلا لك الدكتور رعد أتل، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية.